इस इश्क में मर जावा। هذا آخر سؤال. قولي لي تارا، أنت لليوم لساتك بتحبي لديب؟ مفاجأة. فاضي المسدس. يعني ما كان في داعي لهاللعبة مو هيك؟ مبلا في داعي، لأنه كان بدي أعرف إذا لليوم بتحبي لديب مثل قبل أو لا. بصراحة أنا كنت مفكر إنه ديب ما بقى بيعني لك مثل قبل ورح تدفشي على الوادي. بس تفاجأت إنه أنتي ضميتي. هلا أنت عن جد مفكر إني ممكن أترك زوجي ينتحر قدامي؟ أنا عن جد ما عم بقدر صدق كيف بتفكر كمان إني رح أقتله. ليك إذا بتريد بيني وبين ديب لا بقى تحاول أبداً إنك تتدخل. فهمت علي؟ شي الشبح ما بيطلع بالنهار. ايه هيك بالقصص بيقولوا، بس بجوز بالحقيقه يطلعوا بالنهار كمان. انا كثير خايفه منه. روقي هلا بندي اشوفي الشبح جوا. انا شفته وماسك سكينه بايده كمان. بريد في صحك يا، شفته بالاول انا وهلا هي شافته. في شبح بالبيت اختي، انا قلت لكم لازم تلاقوا حل، والا هالشبح ممكن يقتلني او يقتلكم. بكفي جنان شبكون بنديا، وانت عم تقلديها؟ شو صار لك؟ وقفوا هالجنان، روحي كاملي شغلك لشوف. امتى رح تصدقوا ما بعرف. شوفي اذا بتضلي هيك رح اقتلك انا مو الشبح، ماشي؟ روحي يلا. بنديا تعي معي اليوم، رح تنامي بغرفتي ماشي؟ قولي بس يا قدير 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 يا قدير. تعال شوي معي، موضوع هالشبح شغل لي بالي. ماشي. أنا واثق إنه في شيء عم يخبوه عني هن الاثنين. أنا لازم أعرف. بس كيف يا ترى؟ بريدفي؟ بظن إنه كلامهم صح، يعني مو معقول الكل يكونوا عم بيكذبوا. عن جد هلأ شافته بالمطبخ بنديا والولد ومايا، في حدا أكيد دخل على بيتنا وعم بيحاول يخوفنا أو يعمل أي شيء. أنا كمان هيك عم أقول. مين برأيك اللي معقول يساوي هيك شيء؟ نحن في عنا أعداء كتير، بمين منشك؟ ما عم نقدر نعرف لهلأ كيساري مين، كيف إجت لهون، وأي عدو بعدها. يا ترى هاد شغل عدو جديد مثلاً أو عدو قديم، يعني عم بحاول بهالطريقة ينتقم لحاله. أنت بتقصدي؟ إيه. مين معقول يكون غيرها هي؟ لا مستحيل تكون هي، لسه في سنة ونص لتطلع من الحبس، شلون بدها تقدر تطلع قبل؟ اصحى شوي بريد في، الموضوع مانو مستحيل، هي الدنيا هيك.
ما بتحذر لها. كل شي ممكن يصير. لكن شوف، أنا وصلت لهون بعد ما كسرت حواجز كتير مستحيلة. هي مو مثلك بنوب؟ كيف بدي أقدر أشرح لك بريتفي؟ ايه، انت بتعرفه للجقل؟ هو اللي بيستجمع دائماً كل شجاعته لحتى يتطلع بالأسد لو مرة واحدة. بدي اياك تسألي بريتفي وتعرف لي إذا كالياني طلعت. يا ترى كالياني مين بتكون؟ بكرهك كتير ديب، انت واحد مجرم، بكرهك. شلون بتعمل هيك؟ بتمنى انك تموت، من كل قلبي بتمنى انك تموت. انت قتلت كل عائلتي واخذت مني كل شيء حلو بحياتي، قتلت كل احلامي. مرت اخي، ابن اخي، انت تستاهل عذاب اكثر من هيك بكتير. ثواني اختي، انت ليش عم تبكي؟ شوفي وين مرت اخوك وفيكا، عرفت شي عنهم؟ ماتوا خلص، قتلهم المجرم ديب كمان. مرت اخي وابن اخي زدتن هذا المجرم على الوادي وما قدرت انقذهم، ما قدرت. خلاص كلهم ماتوا تشواني، هدول المجرمين أخذوا مني كل شي حلو، خلاص كل شي راح. أنا غلطت شي تشواني، وما كان لازم أعمل اللي عملته أنقذ حياته لديب. ليلي شو صار له؟ كيف يعني ما لازم تنقذيه؟ ما فهمت. أنا غبية، كان في قدامي فرصة منيحة لحتى أقتله تشواني، بس أنا ما بعرف شلون ضيعتها. يا ريت كان في رصاص وقوص حاله، كنت خلصت من هذا العذاب. اختي ليكي وعديني انه هلا تهدي، ما تفكري تأتي حدا. انا ما فيني اقعدك بشي بنوبة شوان. هلا ما بعرف غير شغله وحده بس، هي انه لازم الشخص اللي اخذ مني اخي ومرت اخي وابن اخي يتعذب واخذ منه كل حياته. ديب لازم يتعذب ويموت شوان. بدي ديب راج سينغ يموت على ايدي. كان الموضوع خاص بيني وبين تارا، انت ما كان لازم تتدخل في رات. سكوت، انت كيف بتسترجي تحكي معي بهي الطريقة؟ ايه صحيح، عن جد مو الحق عليك، الحق على الشوارع يلي لمك منا بابا وعلمك كل هاد. تذكر شغلي ديب، ما في شي خاص فيك، كل شيء إلك ملكي، وفي اتدخل بكل شيء وإياك تتطاول مرة تانية، فهمت؟ انت والوحوش اللي حواليك اخذتوا مني كل شيء بحبه. انا بكرهك ديب، بكرهك كثير. اذا ما بزتك على الوادي وما بخليك تتمنى الموت، ما بيكون اسمي اروهي. صدقني رح انتقم منك. كرهتيني ما هيك؟ ومتمنية تقتليني كمان؟
مزبوط هذا الحكي؟ واقعيني لتحت، يلا بسرعة واقعيني على المكان اللي مدفون فيه كل شيء، على المكان اللي ما بيضل فيه غير الصرخات، لأنه الصوت ما بيموت. صدقيني لازم تعرفي إنه حياتي لإلك، مع كل نفس بتذكر إنه لازم خليكي مبسوطة دائماً. أنا ما بستاهلك بنوب، وبعرف إنه غلط اللي عم أعمله، بس أنت رح ترتاحي لما تقتليني، لهيك اعملي اللي بدك تعمليه تارة، موتيني وارتاحي. يلا زتيني على الوادي. بتضحي كرمالي لدرجة الموت؟ وسعادتي كل شي بالنسبة لإلك، مو هيك؟ يعني ما بيهمك إلا أني أكون مبسوطة. كأنه بارد الجو مو؟ ترى أنت روحي وأنا بلحقك. هيك بكون شفت الجرح المخبى بقلبك ديب. هلأ صرت بعرف شو أعمل فيك وكيف إني أأذيك. بريدفي، شو صار؟ لقيت لك الياني بالسجن صح؟ لا مدام، هي طلعت من السجن من يومين حسب ما عرفت، وطلعت بحسن السلوك. ما قلت لك بريدفي؟ قلت لك هي اللي اجت على البيت وعم تعملنا هالمشاكل. معناها اكيد طلعت مشان تنتقم. مزبوط بريدفي، الوراق، إذا قدرنا نلاقي هدوك الوراق وعرفنا وين موجودين وقتها كل شيء رح يخلص. يلا بريدفي، يلا لشوف، مشي قدامي. اطبخ لك شي من تحت ايدي التنتين وتاكل اصابعك العشرة ورا. رح تاكل اكلة اليوم رح يطير عقلك من كتر ما انا طيبة. لحد اليوم بحياتك ما عملتي شاي، فشو خطر لك انه تطبخي؟ منشوف. اه
الأوراق بريدفي منيح لقيناهم. أنا كنت رح أخسر كل حياتي لو بيضيعوا من إيدي هدول الأوراق. لا تنسي كالياني ما عادت مسجونة، ولازم تموت بأسرع وقت قبل ما تلاقي هالأوراق، لأنه صدقيني ممكن تخرب حياتنا بلحظة. شو أخبارك؟ منيحة؟ تمام، وضع كتير منيح، لهيك اجت لعنا بريدفي. ديبو فيرات وينه؟ خبروا يجوا بسرعة، ما حلوة لأنه اجا لعنا ضيوف. لا تخاف تشاواني، أنا لسه ما قتلته لديب. بدي أشكر القدير إنه ما قتلتي، فكرتي بحكي. لا تشاواني، هالمرة أنا عم فكر بطريقة ونظرة جديدة ومختلفة عن كل المرات اللي قبل. أنا عرفت كل حقيقته لديب راج سينغ، وهالشي رح يساعدني كثير. والحقيقة إنه هو فاضي من جوا وميت كمان. حرام، ما بيقدر يتصرف بإرادته ولا بأي شيء. روما عاملته خاتم بإيدها، أنت ما بدها بتحركه. عم تعمل كل شيء بدها إياه بخاتمها هاد. وديب الغبي دمر حياة بنت ما لها ذنب بس كرمال يرضيها لهي المخلوقة. تشاواني، ديب طلع شخص ضعيف كتير وما بيفرق عن أي حدا ميت. ما فهمت. بقصد إنه هو مثل الميت، ما نوع عايش، استغنى عن كل شي بيحبه بالحياة، حتى إنه ما بقي أي شي لحتى يعيش كرماله. وروما وتارا وعيلتها قدروا إنهم يعملوا لعبة بين إيديهن وبس. تشاواني، بتعرف شو؟ هو طلع ما بيحبها لتارا، هو بس عايش مهموم وعم ينفذ الأوامر. ما عم صدق كل اللي سمعته. بس ليكي، ما تكون عم تفكر تسامحي. مو بس أنا، ولا أي حدا رح يقدر يسامحه على كل الشغلات اللي عملها. بدي خلي هالميت يرجع يعيش بالأول، ورح ورجيه وعلمه ووعي وخليه يعرف شو يعني حب وحنية. أنا رح أقدم له الحب اللي ما قدرت تارة تقدم له إياه طول حياتها، وبعدين فجأة رح أخذ منه كل شيء ورح خليه ينصدم صدمة عمره وما يطلع منها أبداً. وبهالطريقة بس رح يعرف شو يعني كره وغدر، ورح يعرف الوجع ويحس شو الخيانة. كل هالقد؟ انت بتكرهي؟ رح تسمعيني. في مرة اسمها كاليانا وعاملة كتير مشاكل بهالبيت،
ومدير أعمال روما هن كانوا عم بدوروا على الأوراق. قالوا هالأوراق كتير مهمين ولاقوهم بصندوق سري. كالياني؟ بس كيف؟ ليك أختي، كأنه صار شي مو منيح برا. برجع لك بعدين. أنا هلا بدي روح أتخبى. شواني اسمعني شوي. شواني، في شي أنا نسيته لسه، باقي شغلة واحدة ما عملتيها. بس لا تخافي أبداً، أنا متأكدة إنه نحنا رح نعملها. كلياني كانت معي بالسجن، شو العلاقة بينها وبين روما؟ بلكي معها شي دليل مهم للغز اللي أنا عم حاول حله وبتقدر تساعدني فيه. شو بده يكون صاير مع تشاواني هلأ؟ أنا خسرت ابن أخي، بس ما بقدر أخسر تشاواني كمان، حتى أني متعلقة فيه كتير. يلا سوق بسرعة. وقفها. شوفي ليش وقفت؟ السيارة ما رح تكمل. وفيني أفهم ليش بقى ما رح تكمل؟ عم قلك لازم أوصل على البيت هلأ هلأ. فهميني. شوفي تارا، شبكي ليش هيك مستعجلة؟ وأنت شو قصدك ليش أنا مستعجلة ديب؟ ما في شي، اشتقت للبيت وبس، اشتقت للماما، ولهيك بدي أوصل بسرعة. أنتو شو مشكلتكن معي؟ في عنا شغل مهم ولازم نعمله. شغل مهم؟ شو بده يكون هالشغل المهم؟ إذا كان مهم لإله فيعني مهم لإلي. قلت لي ضروري؟ طيب رح روح معكن. يلا تارا، بس أنت من أيمت بتهمك أمور الشغل؟ مو قلتي إنه كتير مستعجلة؟ طيب خلاص، نحن رح ننزل هون ومندبر حالنا. شو بدهم يكونوا رايحين يعملوا؟ ايه طيب ماشي، خلص عرياحتكم. يلا امشي بسرعة. شواني؟ 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 شو ما عم تسمعي؟ قاعدة عم دور على شواني وانتي مشغلة أغاني؟ مو مشكلة، حسابك بعدين. يلا قلي لي هلأ، لوين راحت شواني؟ مو معقول مدام، شكلك كتير حليانة بعد ما رجعتي. ليكي إذا ما بتجاوبيني هلأ على سؤالي رح خربط لك واجهتك كلها هلأ. سمعتي؟ قليلي احكي، وينه تشاواني؟ أنا صار لي زمان ما شفته، ما بعرف وينه. شو تارا؟ ايمت رجعتي؟ اشتقت لك، كانت القعدة بالبيت مولّلة ومو حلوة بالمرة. اسمعي، ليش؟ عم تسألي عن ولد من الشارع؟ سرق لك شي شغلة؟ أو متوقع هالشي؟ نبحتك صح؟ مو معقول. عيدي اللي قلتي هلأ؟ عيدي حكيك هلأ. عيدي، أنا بس كنت عم قول ليش عم توسخي لسانك وتلفظي اسمه هيك؟ قصدي بس صدقيني مو قصدي ولا شي تاني، ما حكيت أي شي غلط. صرت أكتر من ألف مرة قايلتلك إنك لا تتدخلي بشغلي. ما حلك تفهمي بقى؟ شوفي كيف بدي شوهلك وشك هلأ. شو عم تعمل؟ تركيها. شو صار لك؟ لك شوف كيف عم تتصرف معي كرمال هداك الولد. لك هاي خالتك، لازم تحترميها. ايه ماما، انا عن جد كنت عم بسألها بس وينه تشاواني. ما في داعي تخافي على الولد، هو طلع حرامي، على الاغلب بيكون سرق شي وطلع دغري. اللي بريد في جاوبني، انت عامل له شي للولد؟ شو عم تحكي؟ مو انت اللي بدك اياه يضل هون وهلأ جاي تسألي عنه؟ ليش؟ ماما، أنا عم بعمل كل هذا الشيء كرمالك أنت ومو كرمال حدا تاني. كرمالي؟ طبعاً ماما، أنا بصراحة عم بعمل هالشيء كرمالك. هو مسكين، نحن شفقنا عليه لهالولد وجبناه على البيت، مين اللي رح يتحمل المسؤولية إذا صار له أي شيء؟ العالم كلها رح تسألك عنه، وعمين رح يحطوا الحق؟ بس عليكي ماما، ما بدي يصير هيك شيء. أنا خايفة عليكي كتير ومو حابة حدا إنه يحكي عليكي بالغلط. إيه
إذا عرف ديب بالقصة إنه الولد ضايع رح يتضايق كتير ويزعل منه. ماما ديب هو اللي جابه من الشارع. ديب تحمل مسؤولية تربية هذا الولد وتعليمه، لهيك عم بسأل أنا عنه. وين اختفت شاواني هلأ؟ طيب بس هو إجا من الشارع ورجع على الشارع، شو المشكلة؟ أنت هلأ رجعتي مالك تعبانة؟ ما بدهم يخبروني وينه. أنا لازم أعرف مكان شاواني، رح يشكوا فيني إذا ضليت عم بسألهم عنه أكتر من هيك. لازم فكر بشي طريقة للاقيه. معك حق، رح أطلع أرتاح فوق. بريدفي، دق لديب واسأله إذا خلص شغل ولا لا. قل له أول ما يخلص شغل يجيب فيرات معه ويجي على البيت. ماشي. بس شو بده يكون هذا الشغل؟ وروما بتعرف فيه؟ شواني، كيف هيك اختفى فجأة من البيت؟ وين بده يروح يعني؟ رح أتصل فيه. ما عم صدق طلع مطفي. بس لوين بده يكون راح هلا؟ مو معقول اللي عم بيصير. لا مستحيل، لا لا مستحيل يعملوها، مستحيل. أنا لازم أفهم هلا شو بده يكون الشغل المهم اللي طلبته روما من ديب. شواني، ديب مستحيل يعمل هيك شيء، هو اللي جابه للولد على البيت، فليش حتى يأذيه؟ راسي رح ينفجر. لك وين اختفى؟ يا قدير، بترجاك تحمي لي تشاواني، ما بدي يصيبه أي مكروه بسببي. أنا خايفة كتير عليه لتشاواني. مامي جي، بترجاك يا قدير. مامي جي، ستي وينك؟ تعالي بسرعة، الأستاذ ديب والأستاذ فيرات هون بالبيت، تعالي شوفيهن. إجا ديب. طيب خلص، وينو فيرات؟ ماما ليكني. مرحبا ماما، كيفك؟ أهلين أهلين ابني. بس لو تعرف كيف مرقوا هالسنتين علي بدون ما أشوفك يا عمري. أنت كل اللي بدي إياه أني أشوفك وبس. عم بحكي مثل الأفلام صح؟ بس هي مشاعر الأم تجاه ابنها. كيفك؟ أنا منيح ماما، لو تعرفي قديش مشتاق لك. رجعت لي الفرح، مبسوطة لأنك رجعت على بيتك. ما عم صدق كل هالمشاعر. شو هاد؟ حتى المجرمين عندهم قلب كمان؟ أنا لو بقدر لأعمل كل جهدي لخليك أسعد إنسان بالدنيا كلها. خلص اليوم أنا عيلتي كلياتها صارت كاملة برجعتك. لازم نحتفل. شو كل هاد؟ هي عاداتنا. شو صاير؟ شكلها عم تدللوا زيادة، عم يستقبلوا هالشرطي المحتال كأنهم عم يستقبلوا لهم شي بطل راجع من الحرب. يلا سلم على الكل. يلا رح أروح. شو بنديا؟ كيفك؟ لساتك لهلأ عم تحطي مناكير على إيديكي؟ شكلك لهلأ ما تعلمتي تطبخي، صح؟ كيفك مهراج؟ قلي بالأول مهراج، رح تعمل لي الأكلة اللي بحبها كتير لما لا. طبعاً رح أعمل لك، صار لنا زمان ناطرينك تجي.
تعال. بعد زمان. صاير بتجنن رفيقي، شكله الجو ناسبك كتير. هيك شكله. هذا المهم. فيرات، معقول؟ لك لك قديش حليان اختي، مو بتتمني تضلي تطلعي فيه؟ بس خلاص، ما رح تبطلي هالعادة بقى؟ اطمني جايب لك هدية، فما في داعي للمجاملة. يسلموا. ما في منك انت، مو نحن وصغار هيك بيهتم فيني؟ ليكي مايا، بس رجع جاب الفرح معه على البيت، شو رأيك؟ مزبوط اختي. فيرات، لازم تتشكر ديب على كل شيء. ليش؟ ساعدنا بكل شيء، لولا وجوده معنا بغيابك كانت قتلتنا الكآبة. طول فترة غيابك هو اللي دار باله على هالبيت، وانت بيناتنا هلأ بفضله، هو طالعك، وهو السبب ورا حل القضية. هو وإذا يعني عمل هيك؟ القضية من أساسها هو سببها وواجبه يحلها، هو ما عمل إلا يلي عليه. لو عرف يتصرف بقضية أروهي بهداك اليوم ما كنت اضطريت أقتل شامبو بوقتها. وعم تقولي اتشكره؟ ما هيك؟ شو لزومه هالحكي فيرات؟ نحن ما فينا نغير شي من ماضينا، صح مامي جي؟ ايه مزبوط. المهم فيرات رجع على البيت، لازم تديري بالك عليه، أنا عندي شغل مهم ولازم خلصه هلأ. لحظة ديب، بدي أقول لك شغلة قبل ما تمشي. شو عبالك تقتليني؟ أو على بالك تزتيني بالوادي؟ قوليلي، أعملي شو ما بدك فيني. أنا بس بدي خلي قلبك الميت يدق ورجعه للحياة بإيدي، وبالوقت اللي حبي رح يكون كل شي بالنسبة لإلك، ساعتها أنا رح أخذ منك كل شي، حتى أنت كمان رح تدوق العذاب اللي أنا دقته. ديب، هي روحه لقلبي. شو صار؟ بعرف ليش انت مقهور من هذا الشيء اللي عم بيصير. ماما بتضلها تميز بينك وبين فيرات بكل شيء. شو هالحكي اللي عم تحكي تارا؟ انا مقهور؟ وشو عرفك باحساسي؟ ومن امتى انت بتهتمي فيني اكثر ما بتهتمي باخوك فيرات؟ يعني ولا مره ساويتيها؟ اكيد بهتم. ليش قلبي أنا مين غيرك أنت فيه؟ وقت اللي بتكون فرحان بحس فيك، ولما تتضايق بفهم عليك. مو مهم يلي صار، طول عمره فيرات هو الأهم، لأنه فيرات هو ابنه وهذا حقه. بس أنا كنت يتيم، صرت ابنه وحنت علي وربتني، وما في أطلب أكثر من هيك منها. أصلاً أنا ما بدي، أنا هيك رضيان. في شي بدي أعمله، وأنتي إذا بدك روحي من هون. تعا حبيبي أقعد، عم بطلب منك تقعد هون. إيه شو عملتوا وقت اللي وقفتوا بالسيارة؟ ما قلتوا إنكم رايحين، بس رجعتوا بعد شوي، وبعد ما إجيت التهت ماما بفيرات. فهمني شو اللي صاير، لازم أعرف شو في. ولا شي تارا، وراء بدنا نساويها، وراء عادية لحتى يقدر فيرات يرجع على الشرطة مرة تانية. شو هالحكي؟
هذا الشيء مهم كثير، لازم تكمله، ما رح اطلق بوجودي لك. ماشي. عرفت مو انه هذا الولد اللي جبته معك لهون على البيت؟ شو كان اسمه هاد؟ شاوني. مو موجود بكل البيت، كلهم قالوا لي بيكون هرب من الفيلا بعد ما بيكون سرق شي شغله منه، بس انا حرام ما بظن انه بيعملها. شو رايك بهالقصه؟ كيف يعني؟ كيف غاب؟ ايمتى وين؟ ما بعرف ايمتى، عن جد ما بعرف ديب، لازم تنزل تدور عليه. اوه، كل هذا الدلال حجة بس لحتى تخبريني عنه وتقلي لي روح دور عليه؟ بس على حد علمي انت ما كنت تطيقي؟ اكيد لا ديب، حكيك مانو مزبوط، لانه انا ماني بحاجة لسبب لحتى اهتم بحبيبي. وبخصوص هداك الموضوع تقدر انك تنسى، الولد من الشارع ورجع محل ما اجا، انا مو فارق عندي اذا بتدور عليه ولا لا، مو مهم، عادي. تارا، انا ما رح زعلك، بس قبل لازم احكي مع امك بشي مهم كتير. شو العمل؟ وين رح لاقي تشواني؟ وين بده يروح؟ تشواني ناقصني هم. شو هي هالشغلة المهمة؟ وينو ديب يا ترى؟ ألو؟ إيه أختي، سامعتيني؟ شواني؟ هذا أنت؟ لك إيه أنا أختي؟ أهم شغلة إنك بخير مو هيك؟ لازم أفهم، وينك وشو السبب اللي فليت من شانه؟ أنا آسف كتير أختي، وقت كنت على البلكون وعم أحكي أنا وياكي فكرت إنه بريد بيشافني أو سمعني شو عم أحكي، فأنا خفت بصراحة، لهيك هربت من البيت وضع موبايلي كمان. بس ليكي لحقته لبريد فيه وعرفت وين راح. بس ليش حتى تلحقه؟ شو بدك فيه؟ بدك يعني اتركه لكان؟ ما كالياني كانت هي ويا سوا. كالياني؟ هاي كالياني مين بتكون؟ اجت من وين؟ وشو جاي تساوي؟ كالياني هي المرة المسؤولة عن اللي صار مع أبوك. ولما سمعتهم كانوا روما ومع بريدفي عم يحكوا عن وراء واضح أنه مهمة كتير. أيوة أنا حسيت من طريقة كلامها لروما أنها خايفة وما بدها حدا يعرف بشيء أبدا. شو قلت أنا؟ قلت لازم أعرف هالوراء شو هي. شواني بدي تسمعني منيح، هالشي بيعني إنه كالياني مانا بصفهم أبداً أكيد، يعني رح تساعدنا لحتى نفهم كل شي. بس أنت ضروري كتير تعرف وين المكان اللي أخدها بريد في عليه. ببيت بأيبوك، هنيك هي محبوسة. بعرف وين هي وأنا واقف عم راقب البيت. لازم ننهي هالموضوع، اللي عملته مع أبوك بشع ولازم يصير فيها أبشع منه. أنت معك حق مامي جي، هي بتستاهل اللي رح يصير معها. شوفي في حدا؟ ولا شيء. انت ما تخافي مامي جي، انا رح اتصرف بنفسي. شواني ديب بده يروح لحتى هو يقتل كالياني.
أنا ما رح أسمح إنه يصير هذا الشيء. اسمعني، أنا لازم أوصل لكالياني قبل ما يقدر ديب إنه يوصلني. أنا جاية لعندك تشاواني. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.